تابع كسري تابع جزري واليوم أخذنا تابع لقلبي وهلا أخذنا تابع غصي ونأخذ هاي مثال خامس على التغيرات كمان تابع غصي تمرين دورة يقول FX يساوي آخر تمرين قبل الاستراحة إيروس نيمس زائد في أهونة إيروس نيمس زائد بي إيروس نيمس زائد كم؟ زائد واحد. هذا هو التمرين. عين البارحة ما أخذناها هي راح نذكر فيها. عين أو بي إذا علمت للتابع قيمة كبرى أو صغرى لو هن جملة محلية. يلا. لو بس يقولوا قيمة صغرى أو كبرى محلية يعني. أو يقولوا مماس وفق اثنيناتهم بيشتغلوا بنفس الطريقة. قلنا في حالتين. بس كملين الجملة. عند مين؟ عند الصفر قديش بتساوي؟ الصفر. هاي رح نرمز لها نجمة، هاي رح نرمز لها قلب. عند الصفر بتصير الإكسات. ليه عند الصفر؟ عند الإكس بيساوي الصفر. هاي رح نسميها نجمة. والنتيجة قيمتها تساوي كذا بسميها ويات أو بسميها قلب. أول شرط، إف النجمة تساوي القلب. ثاني شرط، الفتحة النجمة تساوي الصفر. ثابتة الطريقة ما بتتغير. بنبلش بهي. إف النجمة تساوي القلب، هاي نجمة صفر وهي القلب صفر، معناها أول شرط إف الصفر بيساوي الصفر. إف الصفر بيساوي الصفر. إف الصفر يلا حط لي بدل إكس صفر. إيه الصفر؟ واحد. ضرب أ أ زائد. إيه الصفر؟ واحد. ضرب ب ب زائد واحد بيساوي صفر. علاقة أولى. العلاقة الثانية الفتحة النجمة تساوي الصفر. الفتحة النجمة كيف بحسبها؟ أول شيء مشتق، بعدين بعوض الصفر بالمشتق، يعني أصبر هون الفتحة الصفر بيساوي صفر. لو واحد بيقول لي أستاذ حصرا بيساوي صفر، إيه حصرا بيساوي صفر. إمتى الفتحة كذا ما بنحط صفر؟ لو قال لي أوجد لو شو فانت بيعطيني عدد غير الصفر. شوف يا حبيبي، لو قال لي مثلا اوجد او ب علما ان التابع يقبل مماسا معادلته مثلا واي يساوي 3 اكس زائد 10. وين بين المماس؟ 3. هاي الثلاثة هي الفتحة النجمة تساويها مع 3. إذا لو قال لي ما قال لي مماس الفقيرة المعمول حبيب صح؟ لو قال لي مماسا معادلته كذا، أو قال لي مماسا يوازي المماس الذي معادلته كذا، يعني إذا أعطاك مماس تأخذ أكس إكس، إذا أعطاك مماس يوازي مماس كمان تأخذ أكس إكس. هيك طريقة ما بعرف تحصل هيك حتى أمثال شو؟ إكس. شو الوظائف؟ نفس الطريقة، بدنا نعطيه نقطة التماس. النقطة التي فاصلت وهكذا. يا الفتحة الإكس اشتق لي هاي. الأ عدد ما لي علاقة فيه بتركه على جنب. إيروس نيمس قانون التابع الأسي إيروس نجمة هي النجمة فتحة إيروس نجمة، يعني مشتق الأس ضرب التابع نفسه. مشتق الأس 2 ضرب التابع نفسه. زائد هي البي. مشتق الأس إكس هو نفسه إيروس إكس زائد صفر مشتق الواحد صفر وبيساوي الصفر. لا هذا ما بيساوي الصفر. هلا بنخطو لبعض. الفتحة الصفر بدل الإكس بدل الإكس بدك تحط صفر. إيروس صفر واحد ضلت اثنين أ زائد إيروس صفر واحد ضلت البي وتساوي الصفر. وعلاقة ثانية، علاقة أولى على اليمين ليك، وعلاقة ثانية بنحلهم بالحزم بالتعويض بالحزم بالجمع بالحزم بالرقص بالحزم بالتركي بالتحريك بالطرح. من الأولى طلع أ عوضها بالثانية بده يطلع معك الأ والبي. الأ شو طالع؟ واحد والبي؟
هي إعادة لفكرة القيمة المحلية اللي مرقت معنا بمسار البحر. آخر مسار طبعا إجت كثير، لأن العام الماضي إجت، العام قبل الماضي إجت، العام اللي قبله إجت. يعني أول مرة انضموا فيها الطلاب ما درسوها، كانت دورة أولى. إجا على التكميلة إجت أول مرة ما إجت ثاني مرة، ما إجت درسها رجعت إجت مرة ثانية. إجا على السنة بعد ما إجت السنة الماضية ما إجت درسها رجعت إجت مرة ثانية. فكثير الفكرة عم تجي بالامتحان. علما إنه هي موجودة بالمكثفة مسبقا قبل كل هالكلام اللي عم نحكي عنه. ثانيا بفرض انا ليش قلت لكم البارحه بالثانيه اللي هو بيعطينا الاجوبه، طيب افترض انت طلع معك الا 5 والبي 10 وانت الطلب الثاني هو قايل غير ارقام، هل انا شغلي صح ولا غلط؟ غلط. اجبار الارقام اللي بيعطيك اياهم الطلب الثاني هن الارقام الصحيحه. شكل لي تابع جديد ايرس بيديس ماسكت انا هون مو دايما نقول ألف الصفر يساوي الصفر، لا هو عميل لك قيمتها تساوي الصفر. لو قال لك قيمتها تساوي 5 بتحط 5، قيمتها تساوي 2 بتحط 2. والله مثال البارحة شو كان ليش؟ قليلة شوي ما كان صفر، كانت قيمتها تذكري تساوي 2. آخر مثال شفت البارحة نحن حطينا ألف الصفر يساوي 2 إذا بتتذكر، تمام؟ إذا حسب السؤال يا حلوة. أما المشتق الفتحة كذا بيساوي صفر، ومو دايما صفر، لا ها كمان صفر ممكن لك عندها يساوي واحد، اف الواحد بيساوي كذا واف فتح الواحد بيساوي صفر. هلا اذا كان معنا مماس واحد بتساوي اكس زائد واحد، بتكون ميل المماس واحد، ايه طيب اذا اعطونا في نقطة فاصلتها واحد بدنا نشيل واحد نعوضه بالتابع بتطلع معنا مثلا اف النجمة كذا. يا اعطوني التابع الجديد اف اكس تساوي ايروس 2 ناقص 2 ايروس اكس زائد 1 زاد 1. بدهم ادرس تغيراتهم وعرف على ار نهاية. شو أول شيء؟ ليميت إكس لما ليس يسعى للناقص لا نهاية. إيروس ناقص لا نهاية صفر. إيروس ناقص لا نهاية صفر شو ضل؟ واحد. هذا مقارب أفق. إذا واي يساوي واحد مقارب أفق. بجوار ناقص لا نهاية. عند الزائد لا نهاية. إيروس زائد لا نهاية لا نهاية. إيروس لا نهاية لا بينات ناقص عدم تعيين. نخرج عامل مشترك. اليوم بتلقى مسبوقة مشكلة. طلع عامل مشترك. مين بدنا نطلع؟ إيروس إكس. إيروس 2 إكس على إيروس إكس. إيروس إكس ناقص. إيروس إكس بتروح مع إيروس إكس بتصير 2 1 على إيروس إكس. قسمنا على إيروس إكس. لا نهاية. بلا نهاية ناقص 2 زائد صفر موجب بموجب الجواب موجب نهاية طلعت سهلة. بدنا نشتغل بس تكرر الأجوبة دائما ولا نهاية. تغيرات على الطالب مكتوب. كفي كفي الله يعطيك العافية. شوف الاشتقاق يلا نشتغل بعين الله. الفتحة إكس إيروس 2 إكس 2 إيروس إكس ناقص 2 إيروس إكس ضرب 2 إكس ما؟ تبقى مشتق الإرس ضرب التابع الإرس ناقص الاثنين بحطها ومشتق الإيروس إكس نفسه مشتق الواحد صفر هي بدي أعدمها أنا طبعا بدي حلها قصدي أنا في عالم ما بتعرف تشتغل هون كيف أنا بدي أعدمها لهذا؟ من هون هي لهوني 2 إيروس 2 إكس بيساوي 2 إيروس إكس روح هاي مع هاي القاعدة بتقول لك إيروس آ تساوي إيروس بي معناها آ تساوي بي
اذا عندك اي اس مقدار بيساوي اس مقدار معناه الاسين متساويين معناه الاثنين اكس تساوي اكس نبقى لهم 2 اكس ناقص اكس تساوي صفر طلع الاكس العامل مشترك 2 لا مش 12 2 اكس ناقص اكس اكس تساوي اول ما بدي احطهم اجل عم يطلع جدول لكم جدول سهل تحسب صورة الصفر شو عم تطلع صفر صفر بدك شيء ثاني شو في السطر لا ايه الوضع النسبي عايز تنتج تنتج مقاربات ذكرنا المقاربات تدرس الوضع النسبي مع المقاربات اها ما عملنا علي مين المقارب اللي طلع معي ذكرونا هذا نسينا ندرس الوضع النسبي هون يلا ركزوا على 12 اللي حلوه الوضع النسبي للمقارب واي بيساوي رو يلا يا عمري شنو نعم هو مطرح هاي اكس ناقص اعطوني المقارب واحد عوض من هاد ناقص واحد شو راح يطلع راح يضلوا هذول اي اس 2 اكس ناقص 2 اي اس اكس ندرس الإشارة شفتوا ما هي الموجب الأسئلة بدنا ندرس إشارة هذا إي أس إكس عامل مشترك بدنا نعدمها يعني بصير إي أس إكس ناقص 2 بيساوي صفر إما إي أس إكس بيساوي صفر مستحيلة تبعني هاي ديت اللهم خربت فيها إي أس شو مكان شو مكان بيساوي صفر مستحيل هذه مستحيل تحلها إذن هذه من المعادلات المستحيل تحل كمان مثلا اي اس شو مكان نجمة يعني مثلا أصغر من الصفر كمان مستحيل هدوان ما ننسى إذن اي اس شو مكان بيساوي الصفر ما بتنحل واي اس شو مكان أصغر من الصفر ما بتنحل نجي على الجنب أو بدي كمله هون مشان القضانيت اللي ورا. اي اس اكس ناقص 2 بيساوي صفر من الى. اكس بيساوي لغايه 2. اي اس اكس بيساوي 2. كيف بنحل المعادله لما تكون اي اس اكس يساوي عدد؟ باخذ لوغاريتم الطرفين، هي بحط لها لوغاريتم وهي بحط لها لوغاريتم. بصير لوغاريتم اي اس اكس بيساوي لوغاريتم 2. الاكس بترجع لورا ولو ضربت من الاي واحد بكبه ضلت الاكس بحالها بيساوي لوغاريتم 2 انت كيف تحفظها؟ اي اس اكس يساوي عدد صار في الاكس اكس تساوي لوغاريتم العدد شوفوا طلع معنا شغله عدمت الفرق هاي نحن البارحه بالحالات ان هذه بتعطينا نقطة تقاطع اذا تتذكر فيها مجموعة التعريف من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية شو الشغلة اللي عدمت الفرق؟ لوغاريتم 2 هذا جدول الوضع النسبي شوف شو بعمل شوف يعني بحط تحت الصفر وبسحب خط صغير توضيحي انه انا بدي افصل هالجهه عن هالجهه، انا ما العالم تاعي، انا خط توضيح. حطيتها ما حطيتها نفس الشيء. هلا تظبط الاشارات. باخذ عدد بجيب باخذ عدد بين الناقص لا نهايه ولوغاريتم 2 او بجي لهون، وينه هذا التابع اللي كان عندي؟ اللي كنت عم بعلمهم. كان اي اس 2 اكس ناقص 2
ناقص 2 لا مو هذا. وين هذا اللي عرفته من شوي؟ ليه قصته؟ اعتبره تي ناقص 2. تي ناقص 2 ما قبل الجذر مخالف لامثالتي سالب موجب. هيك هي الكتاب عندنا. هون سي تحت المقارب. هون سي فوق المقارب. وبالنص انتبه بتقول له نقطة تقاطع. هي نقطة التقاطع. وهي تعال نذكر لي اياها بدك حط لنا علامة. اكسات لوغاريتم 2 وواياتا بعوضها بالتابع هي طريقة. أو معوضة بالمقارب. شلون المقارب اللي عم نحله؟ ويساوي شو؟ واحد. عوضني عن المقارب ما في شيء تعوضه معنا هذا هو نفسه. أما لو كان مقارب معي مثلا 2 إكس زائد 5 كنت بتعوضه يطلع معك هذا الوايات. أما لأنه هون مقارب بتوقع بيطلع نفسه. وإذا بتعوضه هنيك بالمناسبة راح يطلع نفسه. إذا هذه هي نقطة التقاطع. بقدمك عم بيكن إياها؟ إيه بنحطها على الجدول إذا بدك أو تحكي الجدول أو تكتبي كتابة. أنت بتعطيني كتابة. حكينا حكينا. أظن الجداول هي سنة 2020. أظن 23. أنت 23 فرجيني. في خطأ بالإشارات يعني بالجدول؟ لا ما في خطأ بالإشارات. أنت معلمتني أمس. هذا هو جدول الوضع النسبي. اشتروا هذا حل وحيد. باعنا طلب من هذا السؤال هاي سؤال معني رجع عيد على السريع. عم ندرس الوضع النسبي للمقارب الأفقي. عدمناها طلع مقدار. هذا المقدار ما بين معي موجب للسالب. عدمته طلع لوغاريتم 2 حطيته بالجدول. حط تحت الصفر بسحب خط. من هون باخذ عدد وبعوض هون بيطلع سالب. وبعد لوغاريتم 2 باخذ عدد وبعوض هون بيطلع موجب. او اعتبرنا مثل كلمة درجة أولى ما قبل الجذر مخالف ما بعد الجذر موافق. هون سي تحتها هون سي فوقها وبالنص نقطة التقاطع. انا هناك اكتشف احداثياتها. باخذ لو لوغاريتم 2 بعوضها بالتابع. بتطلع واياتها واحد. هذا طالما هو مقارب افقي بعتبر واياته هو نفسه. طلب هذا نكشف 600. اللي بعده استنتج طلب من الشعره من التغيرات ان المعادله A اس اكس زائد دي اس ناقص اكس يساوي 2 حلا واحدا. شو دخل هاد بهاد؟ معناها هون في لعبه بالموضوع. لذلك عامل لي استنتج. لذلك نكتب جنب ملاحظه يلا بعد الجدول بعد جدول التغيرات طول واحدة بعد جدول التغيرات بس ينطلق استنتاج حل معادلة أو متراجحة شو بنعمل؟ ما تكتب لي شو بنعمل؟ طول بنعدل بنعدل حط شدي على الإدر على الشكل المعطى بنعدل على الشكل المعطى حتى نرجع لشكل التابع الأساسي حتى نرجع لشكل التابع الأساسي طبعا نعدل على الشكل يلا هذا الشكل بدك تعدل عليه حتى ترجع لوين عم قول انا على شكل التابع الاساسي
معي النظرة هون ونظرة هون، وما بين النظرة والنظرة يوجد عبرة. فإذا لم يكن لديك خبرة باي ما فيني كمل التصوير بعدين بالله تم علي. حدا عنده فكرة؟ تفضل. نظرة الطرفين بيو 6 ممكن. أنا لعلك كيف بدها تخطر على بالي. بعينها هي بيو 6. بعينها هي بيو 6. أنا كيف بعمل بيو 6 بيو 6؟ بضربها بيو 6. إذا إحدى الأفكار المقترحة أنا ما معي كيف حالينا هن ولا تعين أنت، تعال فكر فيها مع بعض. نضرب الطرفين بـ A أس إكس. هنشوف شو بيطلع. A أس إكس ضرب A أس إكس. شو اللي بقول لك؟ A أس ناقص، يمكن عمرها ما بتنساها هي. زائد A أس ناقص إكس ضرب A أس إكس. واحد. لأنه بضل يصير بـ A أس صفر، نجمع الأسس. الـ A أس صفر هو الواحد. كمل. اثنين ضرب اي او 6 طلعت اثنين. اثنين بي او 6 ما كملتها اي او 6. من الان لهون اي او 2 اكس ناقص 2 اي او 6 زائد 1 يساوي صفر. ايوه هذا هو نفس الاكس. معناها ابن الذين شو بده؟ بده هيك بس اعطاك اياها بطريقه ملغومه، بطريقه محرفه، بطريقه مشوشه. اذا المطلوب الان ما هو حل المعادله اف اكس تساوي صفر؟ بس اعطاك اياها بطريقه شفافه عشان انت تكتشف شو لازم اعمل لرجع لهنيك. ويوجد طرق اخرى منها بطلبها لهي بتصير واحد على يو 6. واحد المقامات وسطين بالطرفين رح ترجع على نفس المكان. العمليات الحسابية على كده اعتقد بالنقطة عاملين مثل ما نعمل هلا بيقلبوها. ايه ولا ضاربين؟ لا بيقلبوها. بيقلبوها نفس الشيء. هلا بدنا نروح على الجدول بدنا نحل لهي اف اكس تساوي صفر. بدنا نروح على الجدول بدنا نحل لهي. نجي الان على الجدول. لو بجدول ترى مرة ثانية. يا هذا هو الجدول. نبحث عن العدد صفر في السطر الاخير، ذكرتوا طيب؟ وين العدد صفر في السطر الاخير؟ لك هذا هو الحل. وينه؟ خاف منه. هذا هو. اذا الصفر بالسطر الاخير بس الحل فوق منه بالسطر الأول. أقول الصفر كم مرة موجود بالسطر الأخير؟ مرة واحدة. إذا أنا شو بدك تقول له من الجدول نجد أن المعادلة في إكس تساوي صفر حل وحيد وهو هذا اللي فوق وهو إكس تساوي صفر. لو كان ما موجود هون مثلا هون صار ما كان ناقص 2 مثلا. الصفر وينه؟ بيناتهم. دول مين الجدول؟ هون ما كانوا قالوا ما كانوا قالوا حل واحد، كانوا قالوا حلان مثلا. بتقول التابع مستمر ومتناقص تماما على المجال من ناقص لا نهايه للصفر، والعدد صفر بينتمي للصوره، بتقول هذا حل، تجي للجهه. بتقول التابع متزايد المجال من الصفر للعين والصفر ينتمي لصورة هذا الملف. إذا حسب السؤال بيطلع معك بدك تشيل لسه؟ مساحة لاحقا الرسم فرجوني الرسمة شوي إذا صعبة. خلص ملينا. نرسم نختبر الرسمة.
هيك ضربة واحدة. لا هي لحالها، هي لحالها الصفر موجود بالكامل. حال واحد الصفر موجود تحت، ما في داعي تسكر شيء. ما بنشوف سيرة المجالات ابدا، الحال فوق المحصرة. تعالوا اسمع نقطة مساعدة يا اول شيء اعطوني المقاربات. واي يساوي الواحد. مين؟ واي يساوي الواحد. هاي الواي يساوي الواحد. غير؟ بس. النقطة المساعدة غير وين؟ صفر صفر، ما في غيرها كمان. يلا. ناقص لا نهاية وقريب من الواحد، بدنا نبلش الرسمة. يسار. من اليسار قريب من الواحد. بنزل مزور، السهم نازل. لعند الصفر صفر هيك. برجع بطلع طلوع، الذكي بيقول لي وين؟ تذكروا نقطة التقاطع مع المحور؟ كانت لوغاريتم 2 1 ولوغاريتم 2 هو 0.7 تقريبا. معناه بدي اقرا بهي النقطة يعني 0.7 و 1. هاي 1 على الوايات 0.7 تقريبا هون. هاي النقطة بدي اقرا منها. إذا هون لوغاريتم 2 على 0. بعدها بنروح على الربع الأول. هاي نقطة التقاطع اللي حكى عليها. آه في عالم هلا فاتحين تما عم يعملوا ما هذا لقد قطع المقارب الأفقي. ومن قال لك أن المقارب الأفقي لا يقطع؟ المقارب الأفقي يقطع ولكن ليس في جوار التقارب، هو المقارب في جوار ناقص لا نهاية من جهة اليسار. أما بهي الجهة ما لي علاقة شو عم يصير. فكثير طلاب تفكر إنه خلاص مقارب أفقي ما بصير أقطع لا تقطع، بس مو هون. هون إجباري قريب منه بمكان آخر بعيد عن ناقص لا نهاية. إذا ليس هناك مشكلة في أن يقطع المقارب الأفقي في نقطة غير جوار التقارب. أهم أنماط التغيرات يوم الجمعة 19 على اليوم. أطلب منك بهذه الأنماط توصل لعند الجدول. الرسمة إذا بتحب، بس الرسمة ما بتزبطهم لأنه في نقاط تصير تطلع صعبة. بحب يرسم أن يرسمها حضرة نقاط تقريبية، بس بدي جداول. كل وحدة هذول أهم الأنماط، يعني بالامتحان وحدة بتشبهها أكيد إذا هو وحدة منهم نفسها. الرسم لعند جدول التغيرات. رسمة الخط زيادة إذا بتحب، إذا قدرت. حصلت؟ شو في بعد هدول؟ تعال بنك المسائل، بناخذ وظيفة. بنك المسائل فينك تحل منهم كله ما عدا كله ما عدا المسألة السابعة لسه ما علمتك فكرتها. هاي بالفصل بدرس التكامل بدنا نعمل. إذا صار عندك بنك المسائل كمان وظيفة. كله إيه. وقلت لك لا تخربش على الصوت تحفظ التسجيل. طبعا.